سؤال للكابتن محمد يوسف، احد الزملاء بيسالك اخر تطورات الموقف بالنسبه للاعب وليد ازارو بعد العقوبه اللي وقعت عليه امبارح. يعني هو موضوع بسيط جدا، انا شايفه لو هنتعامل معاه بنظام النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، انا عندي نظام، النظام ده غير قابل طبعا للنقاش في تطبيقه. لاعب غاب بدون اذن وبالتالي اتخذت عليه العقوبه اللي طبقا للائحه. انا عندي لائحه بشتغل من خلالها، اللائحه دي بيشتغل بيها اي مدير كوره تولى المسؤوليه في النادي الاهلي، فالموضوع بيبقى بسيط جدا. لكن انا عايز اكد على حاجه في نفس الوقت، احنا طبعا بنتعامل مع جميع اللاعبين باحترام وبنقدرهم جدا، لكن الكلام ده لابد انه برضه يتم من خلال الفريم او يعني النطاق بتاع نظام النادي الاهلي واللائحه بتاعت النادي الاهلي. هو غاب بدون اذن وبدون اعتذار، ما لقيتش اي داعي لغيابه، وبالتالي تم تطبيق اللائحه عليه. لابد الفتره القادمه اي لاعب في النادي الاهلي او اي مسؤول في النادي الاهلي، سواء حتى في الجهاز الطبي، في الجهاز الاداري، في الجهاز الفني، لابد انه يشعر ان هو مش اكبر من الكيان. احنا كلنا افراد جوه الكيان. انا باكد تاني، اي واحد سواء لاعب، جهاز فني، اداري، طبي، الناس اللي قائمه على العمل في الفريق الاول او حتى عموما في منظومه النادي الاهلي كلها، الكيان اكبر من اي حد، ولكن احنا كلنا افراد جوه هذا الكيان. فانا ضد ان اي حد يشعر في بعض اللحظات ان هو يعني خارج النظام او خارج المنظومه او خارج الالتزام اللي احنا بنحطه. بس موضوع بسيط.